السلام عليكم طلاب. بمحاضرة اليوم راح نشرح عن السيبتيك شوك اللي هي جزء من الديستريبيوتيف شوك. إذا تتذكرون بمرحلة ثالثة من أخذت التايبس أوف شوك، أخذنا الهايبوفوليميك شوك اللي من ضمنها الهيموراجيك، وأخذنا الكارديوجينيك شوك، وأخذنا الأوبستركتيف شوك، وأخذنا الديستريبيوتيف شوك. ومن ضمن الديستريبيوتيف شوك اللي هي السيبتيك شوك اللي سببها أكو إنفكشن، ويصير عند البيشنت حالة السبتسيمي اللي بالعربي يقولوا لها تسمم الدم. فالسبتيك شوك حتى يصير بيها ديفلوبمنت، حتى تتطور عند البيشنت، بالبداية تبدي بمراحل. أول مرحلة هي مرحلة السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، وهاي السيندروم يمتى تنطبق على البيشنت؟ يمتى أقول هذا البيشنت عنده سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم؟ لازم ألقى عنده شغلتين من الأشياء التالية. مثلا عنده التمبريتشر، عنده مثلا هايبرثيرميا التمبريتشر مالته أكثر من 38، أو هايبوثيرميا التمبريتشر أقل من 36، الهارت ريت مالته أكثر من 90، والريسبيراتوري ريت أكثر من 20، الوايت بي سي كاونت أكثر من 20K، والبانز أكثر من 10%، البانز اللي هي الإماتشور نيوتروفيلز. فأي اثنين من هذولي نلقاهم عند البيشنت بالإنفستيجيشن والإكزامينيشن مالته، خلاص أقول عن هذا البيشنت عنده سيستميك إنفلاماتوري ريسبونس سيندروم. شنو هي الكرايتيريا مالته؟ هايبر أو هايبوثيرميا، تاكيكارديا، تاكيبنيا، الوايت بي سي أكثر من 20، والبانز أكثر من 10%. زين، بعد السيستميك إنفلاماتوري ريسبونس سيندروم تجي عندنا مرحلة ثانية من الديزيزز اللي هي السبسس. فشنو هي السبسس؟ من السمعون بمصطلح السبسس فأنتم تذكروا السيستميك إنفلاماتوري ريسبونس سيندروم اللي هي هاي الكرايتيريا اثنين من عندهم، زائد اكو انفكشن. هاي الانفكشن يا اما على السسبشن، احنا شاكين ان البيشنت عنده انفكشن، عنده ابسس في مكان ما، او هي دوكيومنتد انفكشن، يعني احنا متاكدين البيشنت عنده انفكشن وسوت عنده السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، فهاي اسميها سبسس. اذا السبسس شنو هي؟ عباره عن سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم اللي هاي الكرايتيريا ذكرناها، زائدا انفكشن. بعد السبسس البيشنت يدخل بمرحله السيفير سبسس اللي هي نفسها السبسس اللي فوق، زائدا تطلع عند البيشنت بعد كلينيكال مانيفستيشن، يصير عنده هايبوتنشن، اقيس الضغط مالته القاه نازل، يصير عنده هايبوبرفيوجن، ويصير عنده اورجان ديسفانكشن. شلون الاحظها؟ يعني مثلا اشوف انه اليورينري اوتبوت مالته نزل عندي، او صارت عنده ريسبيراتوري اور كاردييك بروبلمز، يعني دخل بمرحله الاورجان ديسفانكشن، فهاي اسميها سيفير سبسس. اذا عرفنا هسه شنو هي السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، قلنا وراها تيجي السبسس اللي هي هاي السيندروم زائد انفكشن، واذا هاي السبسس لقينا وياها هايبوتنشن، هايبوبرفيوجن، اورجان ديسفانكشن، دخلنا بمرحله السيفير سبسس. زين، بعد السيفير سبسس البيشنت معرض انه يصير عنده سبتيك شوك، يدخل بمرحله الشوك. السبتيك شوك هي عباره عن سبسس زائدا هايبوتنشن، والهايبوتنشن ان ريسبونسيف تو فوليوم ريسيتيشن، يعني انا انطي اي في فلويد احاول ارجع للضغط مالته نورمال، بس البيشنت ما جاي يفيد ويا، عنده هو سيفير سبسس، عنده هاي الهايبوتنشن، عنده مثلا الهايبوبرفيوجن، عنده اورجان ديسفانكشن، وش قد ما احاول ارجع الفلويد اليه ما جاي يفيد ويا، ما جاي يتحسن وضع البيشنت. معناتها شنو؟ معناتها انا من وصلت لمرحله السبتيك شوك أنا جاي أنطي سيمتوماتيك تريتمنت اللي هو الآي في فلويد حتى أرجع البيشنت ريسبونسيف، بس هو ما جاي يفيد ويا، فلازم أعالج السورس مات السبسس، السورس اللي سبب عندي سبتيك شوك اللي هو الانفكشن. السبتيك شوك إذا ما تعالجت فالبيشنت راح يدخل بمرحلة الملتي أورجان ديسفانكشن سيندروم. هنا مو بس أورجان واحد راح يصير بيه مشكلة، لا، راح يدخل أكثر من أورجان كلهم راح يوقفون عنده، مثلا الريسبيراتوريز، الكيدنيز، الهارت يصير بيه بروبلمز، البرين. إذا السبتيك شوك هي عبارة عن سبسس وياها هايبوتنشن unresponsive to volume resuscitation. وشنو هي السبسس؟ السبسس وحدها هي systemic inflammatory response syndrome زائدا infection. زين، شنو هي الـ predisposing factors اللي ممكن تعرض للpatient للseptic shock؟ مثلا extended hospitalization، زائر عنده prolonged hospitalization وياخذ microorganism من الhospital، ومثلا ماكو عناية زينة إليه، فممكن يتحول الpatient إلى septic shock. advanced age، كل ما زاد العمر كل ما زادت الريسك. debilitating illness،
اذا هو اميونو ديفيشنت عنده يعني ان اتش اي في ياخذ ستيرويدز كيموثيرابي هاي كلها تزيد الريسك مالته. اذا احنا مخلين على الفنتليتر بالاي سي يو اكثر من 48 ساعه، اذا عنده مالجنسي وهذا المالجنسي صاير متستاتيك ديسيمينيتد منتشر باكثر من مكان، فهذا كله يعني يعتبر اميونو كومبرومايزد البيشنت. اذا عنده هايبر اليمنتيشن، هايبر اليمنتيشن انه انطيه انا النيوتريشن عن طريق الاي في روت اوصل النيوترينز اللي يحتاجها، بس هذا يعني ممكن اذا انا ما اعتنيت بهذا السايت اوف ذا اي في انجكشن ممكن اعرض البيشنت للانفكشن بهذا المكان. البيليري تراكت سيرجري، جينيتال تراكت سيرجري هم يعتبرون بريدسبوزنج فاكتورز كمايكروبيولوجي، فاغلب السبتيك شوك سببها هو الجرام بوزيتيف مايكرو اورجانيزم، بنسبه اقل تجي الجرام نيجاتيف، واخر شيء الانيروبس. الباثوفيسيولوجي هنا راح تصير مشكلتنا بالاميون سيستم، الاندوتوكسينز اللي تطلع من هاي الانفكشن، هذا السايت اوف انفكشن مو تطلع من عنده اندوتوكسين، فراح يسوي لي اكتيفيشن وستيميوليشن للاميون سيستم للهيومورال بارت والسيلولار للسيلولار بارت من عنده، فوراها شي يشتغل الكومبلمنت سيستم، واذا اشتغل الكومبلمنت راح يشتغل وياه الكواجوليشن سيستم. فانا مشكلتي وين صارت بالكواجوليشن والكومبلمنت، هم هذول اللي راح يسببون عندي هذا الريسبونس. الكواجوليشن كاسكيد من يصير لي اكتيفيشن، هو بدوره راح يسوي اكتيفيشن للفيبرينوليتيك سيستم، وهذا راح يسبب دي اي سي. يعني هو الكواجوليشن كاسكيد صار له اكتيفيشن بسبب الاميون ريسبونس مع الجسم الهاي الاندوتوكسينز، فهو ايش راح يسوي؟ راح يروح يشغل الكلوتينج فاكتورز، راح يشغل شكو فاكتورز وبروتينز مسؤوله عن الكواجوليشن، فهاي راح يسوي كونسمشن للكلوتينج فاكتورز وراح يصير فيبرينولايسيس، فالنتيجه انه البيشنت يصير عنده بليدنج، فيصير عنده دي اي سي ديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجولوباثي. اما الكومبلمنت فهذا راح يطلع لنا شكو كيميكال ماتيريالز كيموتاكسيز او كيموكاينز من البوليمورف نيوكليير سيلز يطلعها، بعد من الماس سيلز يطلع الجرانيولز اللي بيها او الجرانيوليشن، يسوي دي جرانيوليشن للماس سيلز، فهاي يسوي ريليز للهستاميم وتطلع شكو انفلاماتوري مدييترز وماتيريالز، فهاي بالمحصله كلها راح يزيد الكابيلاري بيرميبيليتي. إذن أول باثوفيسيولوجي اللي راح يصير هو إندوتوكسين تحفز الإميون سيستم، وهذا بدوره راح يشغل الكومبلمنت وشغل الكواجوليشن. الكواجوليشن نتيجة شنو؟ يصير عند البيشنت دي آي سي، والكومبلمنت نتيجة شنو؟ يزيد الكابيلاري بيرميبيليتي. ملاحظة مهمة وممكن تجي يعني مثلا ام سي كيو أو تجي ترو فولز، السبتيك شوك شنو يصير عند البيشنت؟ يصير عنده ميتابوليك أسيدوسيس، بسبب الـ increased capillary permeability راح يصير capillary pooling، البلد كله يتجمع بالكابيلاريز، فيقل circulating blood volume والvenous system الvenous return راح يقل، وإذا قل الvenous return معناته الكارديك output قل، وإذا قل الكارديك output يعني معناته الvolume of the blood with each stroke volume راح يكون قليل، فإذا كان قليل معناتها السبلاي للكورونري أرتريز والسبلاي للبرين راح يكون هم قليل، إذن البلد سبلاي للبرين للهارت نفسه قل، نزلت النسبة مالته، فيدخل البيشنت بالإنتراكتبل هايبوتنشن. ليش؟ يعني هو أصلا عنده ديكريس كاردياك أوتبوت، ماكو فوليوم لأنه البلد كله تجمع بالكابيلاريز، فماكو بلد يرجع عن طريق الفينز للهارت حتى أنه بيصير كاردياك أوتبوت نورمال، وبما انه ماكو كاردياك اوتبوت فنفس البلد سبلاي للبرين وللهارت قل، فالبيشنت يدخل بمرحله الهايبوتنشن انتراكتبل يعني ما يتعالج، والنوب وراها الهايبوتنشن يدخل بمرحله الكوما لانه ديكريز سيربرال بلد فلو، واذا استمر هذا المده اطول يدخل بمرحله الملتي اورجان فيلير ممكن ينتهي بديث. differential diagnosis يعني جوز البيشنت ما داخل مو عنده سبتيك شوك، ممكن يكون عنده كارديوجينيك شوك، فهاي لازم اتاكد من عندها عن طريق الهيستوري وعن طريق الاكزامينيشن وعن طريق الانفستيجيشن. يعني اول كارديوجينيك شوك تلقى انه عنده مثلا كارديومايوباثي، عنده هيستوري مال كارديومايوباثي، عنده هيستوري مال انه داخل اي سي يو يعالج، فهاي كارديوجينيك شوك. هايبوفوليميك شوك اذا انا شكيت هو هايبوفوليميك مو سبتيك اقعد ادور شنو الأسباب، صاير عنده bleeding hemorrhagic shock، صاير عنده dehydration إذا هو child،
بعد الامبوليزم سواء هو فينس بال يعني دي في تي او بسبب الاتريال فيبريليشن والبيشنت صار عنده امبوليزم، هذا هم راح يسوي عند البيشنت يشابه يعني كونديشن يشابه الشوك. ليش؟ لانه هذا الامبوليزم راح يقلل من الفينس ريتيرن وبالتالي يقلل الكاردياك اوتبوت وهاي السايكل. ممكن اصلا البيشنت عنده كاردياك تامبوناد والكاردياك تامبوناد مسوي ريستريكشن على الهارت فما يقدر الهارت يسوي بامبينج براحته للبلد، فالاماونت اوف بلد قليل فالكاردياك اوتبوت قليل ويصير عند البيشنت يدخل بمرحله الهايبوتنشن بسبب الكاردياك تامبونادي. او ممكن عنده هيموراجيك بنكرياتايتس معناته اون جوينج بليدنج، او هو اصلا دي كي اي البيشنت، او عنده ايرتيك دايسكشن. زين من ادز البيشنت انفستيجيشن شنو اتوقع هاي النتيجه؟ مثلا دزيته سي بي سي، فانا اباوع علما او اباوع للوايت بي سي كاونت اشوف الوايت بلاد سيلز شنو وضعها. الوايت بلاد سيلز اذا بالبدايه بدات الانفكشن فانا اتوقع راح تزيد، صحيح راح القى انه مثلا اذا هو viral infection فالبيشنت عنده lymphocytosis، واذا هو bacterial infection فهو عنده neutrophilia. بس مع استمرار المرض مات البيشنت ومن يتعدى يعني الانفكشن يزيد ويدخل بمرحله السبسيس ونبراها septic shock تبدي الوايت بي سي كلها تقل. اذا بالبدايه تزداد بسبب الانفكشن وبعدين تبدي شوي شوي تقل مع زياده السبتيك شوك. الهيماتوكريت ليفلز فاريبل يعني حسب هواي كونديشن، حسب الايج مال البيشنت، حسب الانفكشن اللي عنده فمو ثابته. البليتليت راح تقل اذا البيشنت دخل بالدي اي سي، ليش؟ لان قلنا راح يصير اكتيفيشن للكواجوليشن كاسكيد وراح يصير كونسمشن الشكو ماتيريالز تشارك بالكواجوليشن. اذا البليتليت راح تقل اذا البيشنت داخل بمرحله الدي اي سي. الفايبرينوجين ايضا راح يقل مع الدي اي سي، ليش؟ لانه عندنا فيبرينوليتيك افكت زايد. بينما الفيبرين ديجريديشن برودكتس يعني البرودكتس اللي تكسر الفيبرين الفيبرينوليتيك برودكتس راح تزيد، اذا الفايبرينوجين راح يقل بينما الفيبرين ديجريديشن برودكتس راح تزيد. بينما البروثرومبين تايم والبارشال ثرومبوبلاستين تايم يعني هذول الميجرز اللي اشوفها اللي تخص البليدنج والكواجوليشن، كل ما يصير بروجريشن للدي اي سي كل ما تزيد، كل ما اشوفها برولونجد بي تي والبي تي تي. البي اتش اسوي للبيشنت ارتيريال بلاد غاز اي بي جي اناليسيس راح القى انه البي اتش مال البيشنت قليله لانه عنده ميتابوليك اسيدوسيس. قلنا اللاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد راح القى زايد ومع مرور السبتيك شوك راح يبدي يزيد اكثر، لانه لاكتيك اسيد اذا يطلع معناته جاي يصير دامج للسيلز وللتشو. اشوف الاو 2 راح القى انه البريشر مالته قليل ديكريزد، السي او 2 انكريزد، والبايكارب راح يكون ديكريزد. يعني قلنا هاي كلها يعني الميجرز مالت الميتابوليك اسيدوسيس. والبوتاسيوم انكريزد لانه البيشنت يعني بحاله ستريس. انا صحيح دزيت البيشنت هاي اللاب تيست وشفت الميجرز مالتها، بس انا ادري احنا قلنا اذا سبتيك شوك معناتها سبسيس والسبسيس هي عباره عن انفكشن، انفكشن زائد سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. اذا انا شو اسوي؟ لازم ادور على هاي الانفكشن، فادز البيشنت كلتشر، يورين كلتشر، بلاد كلتشر، اذا اكو بريتونيال فلويد اسحب من عنده وادز كلتشر، اذا اكو ابسس اخذ من عنده سامبل وادز كلتشر، اذا هو عنده فيتشرز مات ريسبيراتوري ديزيز ادز سبيوتم كلتشر، لانه جاي ادور هسه النبع على السبيسيفيك مايكرو اورجانيزم. ليش؟ لانه انا بالتريتمنت احتاج انطي انتي بايوتيك، فصح انا بالبدايه انطي امبيريكال حسب توقعي وحسب السايت اوف ذا انفكشن شنو كان انطي بالبدايه امبيريكال، بس بعدين من تطلع نتيجه الكلتشر لازم احول على السبيسيفيك انتي بايوتيك. ادز بعد ايمجينج ستديز، هاي الايمجينج ستدي يعني كلها حتى ادور على الاسوشيتد ديزيز او على الاوريجينال سايت اوف انفكشن اللي سوت عندي السبسيس، فادز ممكن تشست اكس راي، ادز اشوف ابدومينال فيلمز، ادز الانترافينس بايلوجرام، ادز سي تي ام ار اي الترا ساوند، يعني اي انفستيجيشن اي ايمجينج ستديز كلها ممكن احطها هنا. اما التريتمنت احنا قلنا البيشنت بالسبتيك شوك يدخل بالانتراكتبل هايبوتنشن، يعني هايبوتنشن مستمر وان ريسبونسيف تو فوليوم ريسستيشن، ايش قد ما انطي فلويد ما راح يعني يطيب، ما راح يصير له كيور. فمعناته شنو؟ معناته لازم ادور
على الأوريجينال كوز اللي سبب عند البيشنت هاي سبسس وعالجه. إذا هي أبسس فبعد لازم أسوي لها درينج. إذا هو ميست أبورشن ممكن البيشنت تحتاج كوريتاج. يعني بغض النظر عن السبب أنا لازم أدور عليه ولازم أعالجه. النوب أبلش بروت سبكترم أنتي بايوتكس وأنا لازم أنطيه إياه بأول 8 ساعات من التشخيص. هاي يعني لازم مباشرة أنا أبدي. وإذا هو البيشنت أميونو كومبرمايز أصلا من أول ساعة أنطيه إياه. زين شلون أختار الأنتي بايوتك؟ أنا بالبداية صح راح أنطي إمبريكال أنتي بايوتك بس أعتمد على مدورة على الأوريجينال كوز على الأوريجينال إنفكشن فأعتمد عليها هي وأنطي الأنتي بايوتك حسبها. يعني مثلا إذا هو كان البيشنت سبب الأبسس أو سبب الإنفكشن كانت مصدرها باليورينري سيستم أو بالجي آي تي سيستم فمعناتها هنا أنا أتوقع منه أكثر مايكرو أورجانيزم راح يسببه هو الجرام نيجاتيف إذن أنطي أنتي بايوتكس تشتغل على الجرام نيجاتيف. أما إذا كانت الأوريجينال إنفكشن بالتشيست فهنا راح أنطي أتوقع أنه المايكرو أورجانيزم هي جرام بوزيتيف فأنطي أنتي جرام بوزيتيف أنتي بايوتكس. والشوك لازم أسوي لها كوركشن يعني أنطي فلويد ريسستيشن أنطي دراجز اللي الأينوتروبيك دراجز المهم يعني أعالج الشوك. كمانجمنت أحتاج أنا يعني ملتيبل ستيبس لازم أسوي للبيشنت مونيتورينج لازم أنطي فلويد ريسستيشن حتى أرجع للنورمال بلد فوليوم ممكن أضطر أنطي دراجز مثل الدوبيوتامين دراجز ممكن أحتاج أو لازم أحتاج أنطي أنتيبايتك حتى أعالج الأوريجينال إنفكشن. فهي على شكل ستيبس المانجمنت مالتي. فإحنا واجبنا كمقيمين دوريين إنه نسوي المونيتورينج نتابع المريض لازم نسجل الفيتالز مالتي أشوف الكاردياك أوتبوت مالتي يعني أسوي البلد بريشر أشوف التكيكارديا البيشن التكيبنية هاي لازم كلها أسجلها التمبريشر مالتي. أكو مثود بعد هاي البلمونري كابلاري ويج بريشر اللي هي عبارة عن ميجرمنت تعكس البريشر داخل الأترية أشوف الأرتريال بلد غاز أناليسز أشوف اليورين أوتبوت مالتي. اليورين أوتبوت جدا جدا مهم فهاي لازم يعني البيشنت أبو السبتيك شوك أنا لازم خليت له كاثيتر وأقيس اليورين أوتبوت مالتي فهاي المونيتورينج. ولازم أعوض له الفلويد لأنه هو حالة هايبوتنشن فأسوي له يا أما أنطي يعني بلد برودكتس أنطي باكت ريد بلد سيلز أسوي له بلد ترانسفيوجن أحاول يعني أحافظ على الهيموغلوبين مالته ما بين 7 إلى 9 يعني بهاي الحدود أحاول أخليها نورمال ما ينزل عن 7 وأنطي إذا ما حصلت يعني على ما أحصل البلد ممكن أنطي فلويد شنو نوع الفلويد كريستالويد يا أما رينجرز يا أما نورمال سلاين. من أنطي البيشنت فلويد لازم عندي فد كرايتيريا ببالي حتى أعرف أنه أنا وصلت للمطلوب البيشنت بدأ يتحسن لو لا فأنا شنو هدفي من إعطاء هاي الفلويد اللي يمتى يعني وأقول أوكي إذا هذا مناسب البيشنت بدأ يتحسن. لازم أقيس السنترال فينوس بريشر ألقى من 8 إلى 12 وأقيس المين أرتريال بريشر يطلع أكثر من 65 ولازم اليورين اوتبوت يصعد عن النص من البير كي جي بير اور من اقيسه ولازم اشوف انه الاكسجين ساتوريشن سنترال فينوس اور ميكست فينوس اوكسجين ساتوريشن اكثر من 70. اذا ها هي الجولز من الفلويد ريسيتيشن يعني من توصل الارقام عندي اللي هنا اقول اوكي معناته انا جاي اسوي معناته اكو فلويد فوليوم جاي يصير بي ريستوريشن. ممكن انتقل وانطي للبيشنت انوتروبيك ثيرابي يعني انطي ميديسن دراجز. اول واحد هو الدوبيوتامين جدا مهم ويعتبر الفيرست تشويس او الفيرست لاين عند البيشنت اللي اشخصه بلوكاردياك اوتبوت. فالدوز مالته انطي من نص الى 1 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت لانه الثريشولد مالته يعني كلش قليله والماكسيمم كون ما اعدي 40 مايكروغرام بير كي جي بير مينيت. هذا الدوبيوتامين. سابقا كانوا يستخدمون الكورتيكوستيرويد بس هسه يعني على الحديث وقفوها لانه الكورتيكوستيرويد لقوه انه تقلل الاميونيتي هو اصلا البيشنت بحاله سبتيك شوك بحاله يعني لو اميونيتي وانا ازيدها عليه فكانوا ينطوها سابقا بس هسه لغوها. بس هي سابقا يمتى كانوا ينطوها؟ اذا كان البيشنت عنده ديزيز السبب مالته انه كورتيكوستيرويد انسفيشنسي يعني عنده خلينا نقول لو كورتيكوستيرويد بجسمه. فشلون يعرفونها؟ لما يقيسون الراندوم كورتيزول اقل من 10 مايكرو بير دي سي بير ديسيليتر او لما يشوفون التوتال سيرم كورتيزول اقل من 9.
يعني البيشنت ممكن يكون داخل الشوك وسبب هاي الشوك هو الكورتيكوستيرويد انسفيشنسي، فانا اعوضه، فانا اقيس له الراندوم كورتيزول اشوفه اقل من 10 والتوتال سيروم كورتيزول اقل من 9، فهنا انا لازم اعوضه بكورتيكوستيرويد او بالرفراكتوري سبتيك شوك اللي هي موضوعنا هسه، واللي قلنا سابقا كانوا يستخدمون بالسبتيك شوك هسه بطلوا، يمتى؟ لما يشوفون سيستوليك بلد بريشر اقل من 90 والمدة ساعة، على الرغم انه انا جاي اعوض له فلويد، جاي انطي اي في فلويد بس البيشنت ما جاي يفيد وياه، انطيته دوبيوتامين يعني اينوتروز، انطيته فازوبريسرز كلها ما جاي تفيد وياه. فسابقا كانوا يحولون ينطوا كورتيكوستيرويد، كانوا ينطون هيدروكورتيزون الدوز يعني تقريبا 200 الى 300 ملي جرام بير داي، ينطوها اي في ويقسمونها يا اما every 6 hours or every 8 hours، وممكن مو بس الهيدروكورتيزون يعني بلس ماينس الفلورودروكورتيزون همه، وهاي 50 مايكروغرام بير اورال روت وديلي فور 7 دايز. زين، يمتى نتصل على الجراح ونحتاج من عنده انترفنشن؟ لما اشوف اكو ابسس وتحتاج اسوي لها درينج، او لما هو انفكتد ووند ويحتاج اسوي له ديبرايتمنت، او هو اصلا انفكتد اورجان وخلص بعد هاي ولازم اشيله اسوي له ريموفال مثلا يعني جانجرينس بورشن اوف ذا انتستين، فهنا تتوجب السيرجيكال انترفنشن. اما الانتيبايوتيك، احنا قلنا لازم ننطي للبيشنت انتيبايوتيك ولازم يعني نبدي بيها within 1 hour of diagnosis، خصوصا لانه البيشنت بعد اميونو كومبرومايزد، فانا خلال اول ساعه من التشخيص انطي انتيبايوتيك ولقوها انه هاي تحسن السرفايفل ريت عندهم. وقلنا التشويز مالت الانتيبايوتيك بالبدايه امبيريكال نون سبيسيفيك، وبس يعني حسب توقعنا احنا شنو الموست لايكلي باثوجين اللي سبب السبتيك شوك عند البيشنت، وقلنا هاي نعتمد على الاوريجينال سايت اوف ذا انفكشن، منين بدت الانفكشن، فانطي انتيبايوتيك لهاي الانفكشن، وارجع ورا 3 ايام اسوي ري اسسمنت اشوف الرجيمن هذا مناسب او لا، واشوف الكلتشر شنو نتيجتها، شنو المايكرو اورجانيزم اللي طلع، وهل احتاج اغير الانتيبايوتيك لو لا. والمفروض انا التريتمنت مات الانتيبايوتيك بالسبتيك شوك ياخذ من 7 الى 10 ايام. بالنسبه للريسبيراتوري سبورت، في البيشنت راح يكون لانه عنده هايبو برفيوجن، عنده هايبو تنشن، لو كاردياك اوتبوت، وممكن حتى وصل لمرحله الاورجان فيلير، فهنا راح يحتاج يعني اوكسجينيشن، فانا انطي اوكسجين واراقب الارتيريال بلاد غاز ليفلز مالته، وممكن حتى احتاج اخليه بالبدايه على فنتليتر، وادير بالي من الباروتروما، التروما اللي تصير بسبب اختلاف الضغط، يعني تروما للتشو بسبب يعني انا خلت على ميكانيكال فنتليشن وما مضبط الضغط مالت البيشنت، فممكن اسوي له دامج. وحسب اذا البيشنت اشوفه يحتاج البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر تريتمنت لو ما يحتاج. بالنسبه لل ARDS اللي هي الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، فهي تصير عند البيشنت اللي عندهم سبتيك شوك، اللي عندهم سيفير انفكشن، هاي شنو راح يصير؟ راح تتجمع الفلويد بالالفيولاي بالاير سبيسز، فيصير بيها مثل الكولابس، البيشنت بعد ما يقدر ياخذ راحته بالبريثنج، ما يقدر يتنفس، فيصير عنده بالمونر ايديما، فلقوا انه وجود الاي ار دي اس يزيد من المورتاليتي ريت، فالبيشنت اللي عندهم سبتيك شوك بس ما عندهم اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم المورتاليتي ريت مالهم 50%، بس اللي عندهم سبتيك شوك وياها الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم توصل المورتاليتي ريت مالتهم 90%. اذر سبورتيف ميجرز اقدر اسويها انه ادير بالي على التمبريتشر مال البيشنت، احافظ عليه انه ما يدخل لا هايبو ولا هايبرثيرميا، اعدل الكواجوليشن ابنورماليتيز اللي عنده، يعني يجوز يحتاج بليتلت ترانسفيوجن انطي بليتلت، الجلوكوز ادير بالي عليه لا يصير عند البيشنت هايبوغلايسيميا ولا يصير عنده هايبرغلايسيميا فاخليه جوا ال 150، البيشنت مو يصير عنده ليكوبينيا قلنا مع استمرار السبتيك شوك، فيجوز اشوف انه اذا كانت يعني سيفير ديكريز ممكن يحتاج ترانسفيوجن فانطي وايت بي سي، وادير بالي من الدي في تي ديب فين ثرومبوسيس، يعني اسوي له بروفيلاكسيس، يحتاج يجوز اسوي له الاستيك ستوكينج، انطي هاي الجوارب اللي تضغط على مود تمنع انه يصير ستاجنيشن اوف بلاد باللور لمس، وبالتالي يصير بها ثرومبوس والنوبو امبوليزم، فانطي دي في تي بروفيلاكسيس. وهاي محاضرة السبسس اللي هنا خلصت، شكرا على استماعكم.